انا طلبت تشيز كيك سخنة وجاتلي باردة، وانا طلبت قهوتي زيادة وجاتلي مظبوط. معلش يا فندم، حالا هنجيب لك غيره. تاكلها سخنة او باردة في الحالتين حلوة، تشربها مظبوط او زيادة انت وذوقك، بس بلينا تتشرب قبل ما تتحمص. بلينا قهوة خضرة مظبوطة بالملي عشان تحرق الدهون وتنزل وزنك من غير مجهود، معاها هتقلل كمية اكلك من غير ما تحس بالجوع لانها بتعمل على سد الشهية. بلينا ليها اربع مكونات مالهاش خامس: حبوب القهوة الخضرة الطازة، اوراق الشاي الاخضر، اوراق المريمية، بذور الشمر. بلينا قهوة خضراء احدى منتجات شركة نيوتري لاب فارما للأدوية، مصرح من وزارة الصحة المصرية.